ألم وحروف تتوفى يا مهدي لما نذكرها حتى نفرح الحورام ونجرح مشاعرها ونجرح مشاعرها نعم واجبنا نتأدب ويكون الحكم رتب نعم واجبنا نتأدب ويكون الحكم رتب موفى أحكي من وحدي موفى أحكي من وحدي المنتج المنفذ لهذا العمل سرحان الصبيحاوي ترى عينه بنت قرآن زينب ليلة القدر سلاما هي من ربي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر قرآن بنت قرآن زينب ليلة القدر سلاما هي من ربي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر يوم زهرة علي الأب زينب معجزة عجيب لم زهر علي الأب زينب معجزة عجيب هذا أنا بالشعر حدي هذا أنا بالشعر حدي يا زينب يا عزيز هذي البهد بقصيدة زينب يا عبدي هذي البهد هذا يا مصر الدين هذا يا مصر واحساسي ندهني عذرا يا با صالح شعور تراود بذهني اكتب لو انا من اللي نمت واحساسي ندهني نمت واحساسي ندهني يا امرني بان اذهب ابحث وادرس واتعب اغمرني بان اذهب ابحث وادرس واتعب عنها علم ما يجدي عنها علم ما يجدي أقدس مين سميها زينب بدوة النسوان بثلاثين سنة ولا صوت منها سمعة والجيران منها سمعة والجيران أقدس مين سميها زينب بدوة النسوان بثلاثين سنة ولا صوت منها سمعة والجيران منها سمعة والجيران لذلك لازم اللي يكتب ألف حساب يتحسب لذلك لازم اللي يكتب ألف حساب يتحسب لكي لا يغضب المهدي لكي لا يغضب المهدي كلمات أنشار المدة نبراس السعدي أداء الرادود الحسيني مرتضى البيضاني والرادود الحسيني علي الدبيسي الإخراج والهندسة الصوتية حسين الزهيري التوزيع فاضل الزيادي ماسترين مصطفى البيضاني من إبداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج.